يعني أروع أفلام على قلبي وعلى قلب كل الصغار يلي بحبوا الأنيميشن وبحبوا عالم ديزني. مباشرة من لوس أنجلوس بينضم لإلي الأنيميتر اللبناني لؤي مليس بمقابلة حصرية وخاصة. صباح الخير لك لؤي. هاي ماريات، كيفك؟ يعني لازم أقول لك مساء الخير نظرا لفرق الوقت بيننا وبين لوس أنجلوس. مظبوط، حاطه التيشيرت هون بس بيجاما تحت. اهلا وسهلا فيك لؤي. يعني انه الواحد يوصل لوول ديزني، لهيدا العالم، لهيدا الحلم، كنت بتتوقع يجي هيدا النهار لؤي؟ لا، ما تخيلت ابدا. بس كنت صغير كنت احضر كثير افلام ديزني وشوف اسمه اخر شيء، يعني يجي اسمه التيم تبعه. وكلبناني يعني ما كنت متخيل يعني اشتغل بهالشركة. عم شوف وراك لؤي كأنه مكتبة، كأنه قصص مصورة، قصص باند السيني. مزبوط؟ مزبوط. انت على كل حال بلشت القصة من هون لما اختك كانت تجيب لك هالنوع من القصص وانت تعلقت فيهم. اي نوع قصص كنت تقراهم وتحب انك تشوف صورهم؟ ايه، كنت تشجعني على الكوميك بوكس، على الباند السيني. اوكي. وهيك بلشت، يعني تعلقت كثير بكل شيء فيجوال، كل شيء يعني بيقول لي صور، بيقول لي قصه بالصوره يعني. وبلشت يعني اتعلق بالكوميك بوكس وكل شيء يعني باوند سيني. طيب لما كنت صغير وكانوا يسالوك شو بدك تعمل بس تكبر، شو كنت تجاوب؟ كنت اقول كمبيوتر ساينس، لانه كثير اخذت وقت يعني تا اتقبلها. يعني كنت كثير عتلين هم اعمل شيء له علاقه بالفن، خاصه بلبنان على وقتها يعني. اوكي. وجربت كمبيوتر ساينس لشي سنه، وكنت فكر انيميشن بس كنت ارجع على البيت. وندمت شوي لانه حسيت انه ضيعت شويه وقت. لو بلشت ابكر يعني بفتكر كنت صرت احسن ابكر. بس نيفر تو ليت على كل حال لؤي. لما بتقول انت انه لانه بلبنان كنت دائما خايف من قصه الانيميشن، قد ايه اهلك وامك تحديدا لعبوا دور بانه عن جد انت تقدر توصل لهدفك؟ امي كثير شجعتني بالكتب. بتذكر كنت اطلب منها كتب، يعني اكتب لها على ورقه شو كان بدي من المكتبه. وكمان هيك قصص سخيفه، يعني تعمل لي مثلا اذا بيكون عيده جاتو انيفرسير، تعمل لي تيم مثلا انيميشن تانتان او كابتن ماجد مثلا. وكنت تحب كثير الافلام السينما، يعني بعدني بتذكر اول فيلم حضرته معه بالسينما. وبالعائله كلنا يعني بنحب كلنا الافلام، يعني خالي عنده كولكشن في اتش اس بالصالون، كنت احضر افلام مع اولاد خالي. فهي هيدا الشغله طلعت جينيتيك لؤي، يعني ابا عن جد وصلت لك القصه. بركي. اليوم ليه اخترت الكاتب جبران خليل جبران حتى تحول بعض كتاباته لرسومات؟ في تشالنج اسمه انكتوبر بانستغرام. انكتوبر يعني لعب على الكلام، هو حبر. والشغله انه لازم نعمل رسمه كل يوم باكتوبر، يعني 31 رسمه. اوكي. وشفت جمله خليل جبران كثير حبيتها، بتقول ما هاجتي بك في النور اذا لم اجدك في العتمه. شفتها هيدي، يعني why do I need you in the light if I don't find you in the dark. كثير حبيتها وكنت طلع بالي اعمل شيء له علاقه بلبنان، وقلت why not يعني، وعملت 31 رسمه. التام تبعي كان خليل جبران. اوكي. شفنا بالفيديو يلي انا عرضته قبل ما حضرتك تنضم لنا بعض الافلام يلي حضرتك اشتغلت فيهم كانيميتر، اي كاركتر اليوم لؤي بحسه انه هو كثير تعلق فيه وبيشبهه؟ اوف مريت، هذا صعب، السؤال كثير صعب. بس بتعرفي قبل ما اكون بديزني ستوديو كنت بستوديو اسمه بلو سكاي، اشتغلت على فيلم تبع سنوبي وايس ايج. كان شرف عن جد كثير كبير. وبديزني اشتغلت على سيكونس مع إلسا وانا بفروزن. كان كثير صدق يعني المشهد، كثير حبيت اشتغل عليه. وبعرف مريات انت بتحبي كثير اولاف، كمان بحبه كثير.
يعني بست كاركتر ايفر صراحه اولف بالنسبه لإلي. طيب اليوم لؤي لما تعطي حياه لهيدا الكاركتر يلي هو اصلا ببلش بخط الايد مرسوم، لما تعطيه حياه، لما يصير عنده اسم، لما يصير كاركتر مشهور على صعيد العالم، شو بتحس الانجاز يلي انت عملته؟ الهدف الاول هي القصه، والهدف الاول يعني كانيميتر لازم اشتغل على بس كون عم اشتغل على مشهد بدي اعطيك مسج، بدي اعطي للمشاهد مسج او فيلينج تيقدم القصه لقدام. اوكي هيدي كل بس هي كثير صعبه، يعني انت اللي عم بتقوله كثير هين ولكن ليتطبق ويتحول للصوره اللي عم نشوفها كثير صعبه. اليوم لؤي حلقه مخصصه لمواهب الاطفال، يعني انت بتعرف بلبنان خليني اقول الاطفال ما بيعرفوا اي مستقبل ناطرهم، مواهبهم كثير كبيره، وشو بتحب تقول لهالمواهب الاطفال تحديدا ولا اهلهم كمان؟ للاولاد بدي اقول لهم ما توقفوا، ما تخافوا، وعن جد اذا الباشن موجوده عن جد بتكونوا قطعتوا نص الطريق اولريدي. وللاهل بدي اقول لهم مش كل شيء حكيم ومهندس، شجعوا اولادكم اذا بتشوفوا شيء سبيسيال عندهم رح تلاحظوا. بحس انه بلدنا كثير فيه مواهب، ونحن شعب كثير بحب يعبر، وعندنا كثير قصص نقولها، و يعني بحس لازم ينقالوا. ان شاء الله لؤي، ان شاء الله الكل بيقدر يحقق حلمه وطموحه ويوصل لاعلى المراكز مثل ما انت حققت حلمك وطموحك. على كل حال انا موعوده بتور بوالت ديزني لما سافر على ال اي، وبدي معلي من عبرك وجه تحيه لكل الاشخاص بوالت ديزني يلي كنت على تواصل معهم كل هيدا الاسبوع حتى نقدر نطلع افضل شيء من هيدا الانترفيو. انا بدي اتشكرك، وبعرف انه حضرتك عم تشتغل على رايا اند ذا لاست دراجون يلي بده ينزل ب 2021. انا حضرت التريلر تبعه امبارح، فيلم أكثر من رائع. على كل حال والت ديزني دائما معودتنا على أحلى شيء بعالم الأنيميشن. شكرا لك لؤي، تحية كبيرة لك، وبدي حيي أهلك يلي موجودين بلبنان، عائلتك يلي أكيد عم تحضرنا عبر الجديد. شكرا، ميرسي، يعطيك ألف عافية. ميرسي، باي باي.